وأنا مشاهدينا الكرام هاتفيا بشأن تصاعد ظاهرة الإسلاموفوبيا من باريس الباحث في القانون الدولي دكتور إسماعيل خلف الله، مرحبا بك دكتور إسماعيل. إذا صحيفة الاندبندنت كشفت عن أن شبكات دولية تمول المتطرفين المعادين للإسلام في بريطانيا، من يرعى هذه الشبكات وما أهدافها؟ في البداية أحييكم وأحيي المشاهدين الكرام. حياك الله. كما هو معلوم أن ظاهرة الإسلاموفوبيا تفشت عندما أصبح لما يعرف باليمين المتطرف الشعبوي له تصدر في الساحة السياسية الغربية سواء أمريكا أو في أوروبا. وإذا قلنا أن صعود ترامب الذي هو يمثل اليمين الشعبوي، فكان لصعود ترامب الحافز في أن التنظيمات يكون لها نشاط على مستوى يعني نشاط واضح سواء المستوى السياسي أو على مستوى الثقافي المحارب للثقافة الإسلامية صح التعبير في الدول الغربية. الآن قلت أن هؤلاء هذا التنظيم هذا التيار وجد هذه القوة السياسية المتمثلة الآن في صعود ترامب، والآن في أكثر من حكومات في الدول الغربية الدول الأوروبية، الآن أكثر من تقريبا العديد من الحكومات الآن تسير من طرف اليمين الشعبوي المتطرف. هؤلاء سمحوا لهذه التنظيمات أن أو غضوا البصر عنها وتركوها تنشط، والآن لم يبقى حتى يعني هذا النشاط فقط يعني نشاط تمثل هذا النشاط، ولكن هناك ممارسات عدوانية ضد التواجد الإسلامي وضد الجالية الإسلامية بما فيها. إذا كنا الآن نلحظ في بعض الدول الأوروبية مظاهر حرق المصاحف علنا أمام مرأى الشرطة، والآن هذه الجرائم التي ترتكب في حق المسلمين، ولم نرى لهؤلاء الذين ارتكبوا هذه الجرائم المتابعات القانونية اللازمة. إذن نحن أمام تغول. إذن هي ليست ممارسات فردية كما ذكرت. نعم. وتتفق مع كثيرين رأوا أن هذا التحرك ضد الجماعات اليمينية المتطرفة هو خجول مقارنة بغيره. هل ينتظر العالم مجزرة على غرار ما حصل في نيوزيلندا أو جرائم كبرى أخرى لكي يتحرك؟ أنا لا أعتقد أن يعني أنا قلت الآن أن اليمين الشعبي المتطرف وجد نفسه متصدرا للمشهد السياسي الغربي سواء في أوروبا أو في أمريكا. إذا هو هؤلاء الذين يقومون بهذا الإرهاب حقيقة هم ينتمون لهذا التيار، لكن التيار الآن أصبح الآن يتصدر الصناعة التشريعية أو القوانين. يعني الآن نحن أمام ترسانة من القوانين ستخرج، كما هو معلوم أن الأسبوع الماضي كان فوز ساحق لليمين الشعبوي في اتحاد الأوروبي البرلمان الأوروبي. إذا ماذا ننتظر؟ ننتظر أن هناك ترسانة من تشريعات الأوروبية في حق اللاجئين. الآن اللاجئين وخاصة اللاجئين، إذا قلنا اللاجئين يعني الأغلبية منهم مسلمين. إذا فهناك الخوف من إصدار ممكن هناك قرارات تلزم هؤلاء اللاجئين بالمغادرة. هناك ممكن قرارات تتطور وتصبح تلزم إلى غلق المساجد والمدارس الإسلامية في أوروبا. هذه كلها نتخوف من هذا، لكن الإجرام يبقى إجرام الإرهاب. نعم هو معرض ما دام هناك تشريع وهناك السلطات وهناك هذه الحكومات تسمح لهؤلاء. من أجل ذلك دكتور إسماعيل، منظمة إفديا الدولية الحقوقية ذكرت أن نتائج الانتخابات الأوروبية تعد كارثة على القيم الأوروبية، كيف ترى تلك النتائج وما سببها؟ في الحقيقة أنا أعتقد أن قراءتنا الأولية أننا كنا ننتظر هذه النتائج. لماذا؟ لأسباب عديدة، ولعل أهم سبب هنا أن الأحزاب العريقة والأحزاب التي كانت يعني اليمينية والأحزاب اليسارية لم تستطع
أن توجد الحلول التي الاقتصادية التي تتخبط فيها أوروبا وفي الغرب خاصة في أوروبا الآن. وهؤلاء الشعبويون كانوا هؤلاء يجعلون من ورقة اللاجئين ومن ورقة الإسلاموفوبيا ورقة انتخابية ومشروع انتخابي بامتياز. لماذا يقرنوه؟ لأنهم يقومون بعملية قرن بين ربط بين المشكل الاقتصادي الذي تعيشه أوروبا وأن هذا المشكل هو ناتج عن وجود هؤلاء اللاجئين الذين أثروا في القدرة الاقتصادية الأوروبية. إذن فوجدوا شعبية لهم وكانت شكرا. إذن شكرا لك دكتور إسماعيل خلف الله من باريس الباحث في القانون الدولي.